من بعد ما مرق 5 دقايق كمان على الميل الثاني، شايفين؟ ها، اول شيء بدكم خبز توست عادي موجود بكل السوبر ماركت. بتجيبوا الخبز بتحطوه هيك على هذا الشكل. برجع بجيب عندي انا هون جبنة العكاوي، هذه الجبنة انا جبتها قبل بساعة نقعتها بمي وصرت غير لها ميتها شي 3 مرات بقلب هالساعة تخلص كل من الملح يلي فيها. هلا هشقفها هيك بالنص 2، هرجع اخذ هيدي التوست الثاني ركبها هيك فوقها. اقول لكم قبل خليني بس احط لها رشه من الفستق، طبعا اختيار اذا بدكم تحطوا بقلبها حطوا بس ما بدكم عادي. تمام، هلا امسكها هيك وسكر عليها بالخبز الثاني، واي كبايه عندكم بالبيت موجوده فاضيه تكون بعملها بهذا الشكل هيك، بضغط عليها، اضغطوا قد ما فيكم، حركوها من تحت هيك. صارت عندي هون، شفتوا كيف؟ هلا بايدي بتفشها شوي لجوا لحتى تطلع معي على هذا الشكل، كتير سهلة. انا عملت هلا حبتين هون، شوفوا كمان. هلا بعد ما طلعناها من الكباية ملاحظة صغيرة بس، ارجعوا شدوها هيك بايدكم لانه هذا الخبز دغري بيلقط على بعضه، بس هيك شدي ومن هون مرة واحدة، فليكوا كيف تشب معكم بتطلع. وهي الكمية كلها عملتها على هذا الشكل انا، من بعد ما عملتها بالكباية فرجعت شديتها هيك بايدي لحتى تشد معي اكتر. هجيب الكباية هلا وراح احط لها شقفة من الزبدة، اختياري فيكم تضيفوا السمنة وفيكم تضيفوا الزبدة، فأنا بحب الزبدة حضيف مع الزبدة، إذا بتحبوا أنت تكون دسمة كتير ففيكم تزيدوا السمنة. هلا هون مثل ما أنتم شايفين بلشت عندي الزبدة تدوب، أخذت شقفة صغيرة ما كبرتها كتير. هاي الزبدة عندي هون دابت كلها هيك، وهاو يلي عملناهم أنا وياكم، شوفوا كيف صاروا. هلا حبلش سقطهم بقلب هيدي المقلاية، اهم شيء يكون النار واطية يعني ما تعلوا الغاز. هلا حسقط 3 حبات، واهم شيء النار مثل ما خبرتكم تكون قد ما فيكم توطوها، خليهم ياخذوا وقتهم. جيبوا اي غطا صغير هلا وغطوهم هيك لحتى تدوب الجبنة اللي بقلبهم. من بعد ما بقيت عندي 5 دقايق على النار طبعا مع تحت المراقبة، خلينا نبلش نقلبهم، شوفوا كيف اللون صار. سامعين؟ هرجع غطيهم كمان لمدة 5 دقايق، وطبعا مثل ما خبرتكم حضلكم تراقبوهم لحتى ما يلدعوا معكم. شوفوا انا عندي الغاز كيف عن نايس كتير. من بعد ما مرق 5 دقايق كمان على الميل الثاني خلينا نشوفهم كيف صاروا، يعني هذا اللون اظن انه كافي، هذا اللون انا اللي بحبه، لون الذهبي، شفتوا كيف؟ هلا بعد ما خلصت خليكم معي شوف شو راح اعمل. هلا هبلش اقدمهم لهذا الصحن التقديم. الريحة ما بتتخيلوا قديش طيبة. هلا خليني بس احط لهم رشة كتير من القطر، يعني شهيتنا يا كبير شهيتنا. انا الريحة قتلتني، رح غرقهم بالقطر، غرقهم اكتر اكتر اكتر. شي طيب شوف كيف. طبعا هذا القطر اذا بتكون طريقته كمان اكتبوا لي بالتعليقات تحت، كتير سهل بمكونات بس كمان ريحة القطر، الموارد اللي فيه طعموها فستق حلبي. شوفوا لي هالكنافه شو سهله وشو سريعه، صدقوني هيدي كنافه انا بحسها صحيه. بتعرفوا ليش؟ منا كتير مغرقه بالسمن او بالزبده، يعني بدكم انتم تغرقوها اكثر من هيك فيكم تزيدوا كميه الزبده اللي انا ضفتها، بس انا حبيت تكون خفيفه لحتى بحسها مختلفه عن اللي بناكلها عادي، خاصه بخبز التوست. ليك انا شو خي اجتهاد بدي اكل. ناوني المرعه من عندك. يلا شو معلم، صار وقت الاكل؟ صار وقت الاكل، صار لازم ذوق.
خليني افاجئكم بس الشطه يلي فيها. خليني ابلش. اوكي شوف، تفضل اشوفه. خليني اكل. بسم الله. شو رايك تصورني وانا باكل؟ والله جدا رائع. انا تاخرت عليها شوي صغيره بس لحتى جهزت التصوير، بس اذا بتاكلوها سخنه دغري هتحبوها كثير. شي خيال. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات، واذا حبيتوا هذه الوصفه خبروني اذا بدكم وصفات بعد مثل هيدي واطيب من هيك. في بعد وصفات حتنزل على رمضان كثير خرافيه. شغلوا الاشعارات من هيدي القناه وعملوا لايك وعملوا شير لهذا الفيديو واحفظوه، يمكن كمان تستفادوا منه كمان. خليني افرجيكم. ها شايفين؟ والله وكيلكم هلا بس طيب. ها خيال خيال طيب. احفظوا الفيديو حتستفادوا منه صدقوني. خلوني روح اكل. باي.